Dagham from Al-Arakib village. I live in Al-Arakib village. Today we have a celebration because we remember 6 years ago it was the first demolition and today it 101 demolition. قبل أسبوع أجت الكيرن كيامت ودها تحرش أرض العراقيب. هي أول شيء بتهدم البيوت، بعدين بتحرث أرض العراقيب وبتزرع بدال البيوت، تزرع شجر مش مثمر وما له أي فائدة. وإحنا ودنا نوقفهم عشان هذه أرضنا وإحنا ما متخلى عنها. خلال الأسبوع اللي فات كثير صارن اعتقالات وصاروا يشدوا ويحطوهم في السجن، وحتى في منهم بنات انهن حصلن انهن صومن وبعد المطاحن وداخن اغمى عليهن اخذوهن للسجن للمحاكمة. من يوم الحد اللي فات دخلت دائرة أراضي إسرائيل مع القوات التراكتورات تبعات الكيرن كيمت على هذه الأرض، والأرض هذه موقفة من طرف المحكمة. قلة الاحترام إلى القانون، تحدوا القانون ولم يوقفوا حتى المحكمة تطعي قرارها على هذه الأرض. واحنا تصدينا الى هذه التراكتورات وبيمشوا الاعتقالات، واحنا الحين موجودين عند مركز شرطة راب لانه ما اعتقلوا شخصيات بدون قانون وعلى دون حق. احتفال اليوم احنا بنقول عائلة الطوري وكل العرب ان احنا رح نضل على الارض ورح نبقى عليها وما رح نتخلى عنها، وان شاء الله ان شاء الله في السنوات الجاية بنحتفل احتفالات زي هذه واحنا ماخذين النصر وماخذين ارض العراقيب. شكرا، بارك الله فيكم.